احب الاهلي وحب الزمالك و و لما رضا عبد العال انتقل الى النادي الاهلي، وكان الكابتن جوهري انتقل الى نادي الزمالك كمدرب، وهو صحيح. على فكره انتقالين موازيين بالظبط، يعني انه كابتن جوهري يدرب الزمالك ده كان حدث، وان رضا عبد العال يجي النادي الاهلي ايضا ده كان حدث، وانا كانت علاقتي بالكابتن جوهري فوق الوصف. ورحت للكابتن جوهري، انا بقول لكم حاجات شهداء احياء يصدقون يعني. فقلت انا هروح اتفرج ابارك للكابتن جوهري المنافس بتاعي. ابارك له في نادي الزمالك، ورحت حضرت له التمرين وانا كابتن النادي الاهلي. يعني انا كابتن النادي الاهلي. رحت حضرت التدريب داخل نادي الزمالك، واتفرجت على التدريب وباركت للكابتن جوهري، وفضلت على تواصل معاه، راجل في مقام ابويا يعني. وبعدين بعد فتره كده الدنيا بدات شويه تهدى، فكلمته، كان الزمالك وصل فاينل، فقلت له يا كابتن والله انا شايف انها فرصه جيده، ان انا كنت بقى متخيل ان انا في المدينه الفاضله يعني ومثاليه. قلت له ايه رايك كابتن لو جبت رضا وجينا حضرنا ماتش الزمالك وكتوكو في الاستاد، الزمالك يكسب باذن الله، وتبقى نوع من انواع المصالحه يعني. فالكابتن جوهري قال لي والله يا ريت يا احمد. فقلت له يعني اعملها يا كابتن؟ قال لي يا ريت، حاضر. فانا بمنتهى البراءه اللي خلقها ربنا يعني، فرحت طالع على الاستاد، ورحت واخد رضا عبد العال معايا الى قلب استاد القاهره مشاهد مباراه الزمالك وكتوكو، وحياه ربنا وبنيه سليمه وصادقه بنسبه 100%. انا عايز اقول لك اللي اتعمل فينا طبعا ايه، حضرتك ما قريتش قبلها عناوين مجله الزمالك خالص؟ وانا عمري ما هشتري مجله الزمالك خالص. فالمهم فايه ما بين الشوطين قلت لرضا ايه يا عم يلا بينا، بلاش ملهاش لازمه. فمشينا ورحنا عند احد الاصدقاء الاعزاء، كان المهندس علاء الالفي، كان ابن اللي هو حسن الالفي وزير الداخليه الاسبق عليه رحمه الله، يعني اللي هو حسن الالفي، علاء كان صديق عزيز يعني، مكتبه كان جنب الاستاد. فرحنا قعدنا اتفرجنا وتمام، والزمالك كسب. قلت رضا ايه قوم بينا رضا بقى نمشي قبل ما ايه الجماهير لسه هتحتفل بالزمالك. قوم بينا ايه نمشي. انا ساعتها كان انا فاكر عندي عربيه مرسيدس ذهبي، وانا سايق ورضا جنبي، و فطلعت جمهور الزمالك من الدرجه الثالثه. يا نهار ابيض، اقسم بالله العظيم ثلاثه، ورضا حي يرزق. رحت يعني فين يا كابتن؟ انا كان همي ان انا رضا. طبعا، لانه اولا حضرتك اللي وديت. طبعا الازاز اتكسر بشكل رهيب جدا، طوب وشغلانه، فانا اخذت رضا. انا يعني انا مش بتاع سواقه، انا بسوق كويس بس. فبقى رضا تحت ايدي وزحمه جدا، وخايف اخبط حد، والطوب بيضرب فينا، والناس عايزه تفتح الباب، وشغلانه يعني بصراحه. في ناس كتر الف خيرهم يعني سلكونا، بس اهم حاجه قلت رضا خليك موطي تحت ما تطلعش خالص. قلت له خليك موطي، وكل ما يطلع جاي ضربه بايدي كده، وهي انت عارف هي حته ايه اللي هي عنق زجاجه يعني، مفيش مناور، ما هتعمل ايه. بس طبعا ربنا سبحانه وتعالى ايه، فجاه كده ناس اوعى على ما عدينا، بس خدنا حوالي مثلا 10 دقايق او ربع ساعه، ما اعرفش يعني قد ايه يعني، على ما عرفنا نعدي طبعا عربيه دشدشت ساعتها. بس كان اللي يهمني رضا عبد العال، وقلت توبه من دي النوبه. بس اقول لك يعني حاجه، بس هو كانت مثاليه مفرطه بصراحه. لا بس انا كلمت الكابتن جوهري، والله العلي العظيم ثلاثه كنت عاملها والله بمنتهى حسن النيه والصدق، وكان نفسي ان الدنيا تبقى كويسه.